معلش. اتفضلي يا استاذ. هو كل يوم يغير في السيناريو؟ معلش يا استاذ سوري. الله يخليك سيبني في حالي. انا عايزه افهم، مش انا كنت طليانيه وهو كان مصري، فجاه بقى الماني وانا مصريه؟ ده تقدير بسيط يا اسم. بسيط؟ يلا يا جماعه انا جاهز للتصوير. حلقه 15 30 3. اول مره مساء الخير يا شميت. قلت النخت إلهام. الحمد لله على السلامة يا سيادة العميل. أهلا يا إلهام. خالتي بتسلم عليك. إيه الحلاوة؟ خالته إيه يا جماعة اللي بتسلم عليا؟ حلوة خالتي دي؟ جديدة. اللي يمثل مصر في روسيا يقدر يمثل في أي حاجة. هم دول نجوم رمضان السنة دي. النخت إلهام. الحمد لله على السلامة يا سيادة العميل. أهلا يا إلهام. خالتي بتسلم عليك. ايه الحلاوه؟ خالته ايه يا جماعه اللي بتسلم عليا؟ حلوه خالتي دي؟ جديد.